بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لقد باتت مجموعات هذا النظام تستعظم بالقتل والتدمير بعد أن شعرت أن وهم السلطة بدا يتهاوى، ويطبق ما قال جنودهم: اقتلوا كل من في القرية حتى البغال والحمير، أما الذهب والفضة فضعوها في خزانة الرب. هذا نظام بشار القاتل. فيا أبناء حلل الشهباء، يا أحفاد الكواكب وإبراهيم هنانو وسعد الله الجابري، يا أبطال الكلاسة وساحة الأحرار وصلاح الدين والحمدانية وسيف الدولة وحلب الجديدة والصافور والمرجع، يا أحرار عندان وحريتان وعزاز والباب وتربعة ومنزابط وأخترين والأتارب، إننا نخوض معركة التحرير لشعبنا الأبي من استعباد بشار وطغمته الفاسدة من لصوص وسارقين أموال البلاد وثرواته، وكأن شعبنا عبيد له وأرضنا مزرعة لمفسداته، يعتقلون ويقتلون ويسرقون حتى أعضاء الشهداء ولم يحاسبهم أحد في جرائمهم. لقد استباحوا كل الحرمات ودنسوا حتى المقدسات. فيا أباة الطيب من شهباء هبوا نداء من فم الأحرار لبوا. لا للصمت بعد اليوم، لا للبشار وشبيحته الذين باعوا ضمائرهم بدراهم معدودة. إن كتيبة الأبابيل في الجيش السوري الحر بسراياها المتواجدة في حلب وريدها ستكون عونا ونصيرا على عدو الله وعدوكم. لا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. عاش شعبنا العظيم وعاشت سوريا حرارية. النقيب عمار الواوي قائد كتيبة الأبابيل.